رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طلاب الأعزاء، طالبة وطالبات الصف الأول، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم نعمل مراجعة على الوحدة السادسة، الوحدة الأخيرة في مادة العلوم. هيا بنا. ركز معي، صوت 48 إلى 53 في مذكرة العلوم. بيقول لي ظلل الإجابة الصحيحة: يعتبر صوت الطائرة من مصادر الأصوات أم صوت الصخور أم صوت الضوء؟ من يجيب علي؟ تفضلوا أسمعكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. صوت الطائرة يعتبر من مصادر الأصوات والأصوات القوية كذلك. السؤال الثاني: مصدر للصوت البشري، هل القطة مصدر صوت بشري أم الطفل مصدر الصوت البشري أم الطائرة؟ مصدر الصوت البشري هنا البشري، هل القطة بشري أم الطائرة أم الطفل؟ الطفل طبعا. أحسنتم أحسنتم. السؤال التالي بيقول: صل من المجموعة ألف ما يناسبه من المجموعة باء. ألف لباء، هذه الصور نريد أن نوصلها بهذه الكلمة. ما من هذه الصور؟ صوت مزعج، ما هو صوت الإنسان؟ صوت لطيف، صوت حيوان. أول صورة صوت مزعج، تعتقدون أي من هذه الأصوات يكون صوتا مزعجا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. القطار، بارك الله فيكم. وممكن بدل أن نوصل ممكن نكتب على القطار رقم واحد، ممكن رقم واحد الوصل المزعج نكتبه على القطار بدل من التوصيل، أنتم بالخيار. صوت إنسان، بارك الله فيكم، الذي يبكي صوت إنسان. طيب صوت لطيف، الجيتار أم الكلب؟ نعم الجيتار. طيب صوت حيوان، بقى لنا صورة الكلب وهو حيوان، إذن نوصله كما الشكل. اختر الكلمة المختلفة. هنا صوت العصافير، الجيتار، الكلب، البيانو. تعتقدون ما هي الكلمة المختلفة؟ العصافير، الجيتار، الكلب، البيانو. تلاحظوا أن العصافير، الجيتار، البيانو أصوات هادئة جميلة، أما الكلب هو صوت مزعج، صوت مزعج أو صوت قوي. نعم يبقى صوت الكلب هو الصوت المختلف. طيب الحفار، العصافير، القطار، مكبرات الصوت. لاحظ معي، الحفار، العصافير، القطار، يبقى إذن عندي الحفار والقطار ومكبرات الصوت كلها أصوات مزعجة، أصوات ضخمة، أصوات قوية، ما عدا العصافير هي أصوات هادئة. أحسنتم، بارك الله فيكم. أعلم صح، بكاء الطفل صوت لطيف، صح أم خطأ؟ بكاء الطفل، أحسنتم، بكاء الطفل صوت مزعج، صوت قوي، ليس لطيف. مصدر الصوت هو الشيء الذي يصدر الصوت؟ مصدر الصوت هو الشيء الذي يصدر الصوت؟ نعم، الشيء الذي يصدر الصوت هو مصدر الصوت، صح؟ عبارة صحيحة. طيب صوت الرعد من الأصوات المزعجة؟ نعم أحسنتم، أسمعكم جيدا، الرعد والطائرة والقطار خلاص لهم كبار الصوت كلها أصوات مزعجة، أحسنت. صوت الأسد من الأصوات اللطيفة؟ لا، هذه عبارة خاطئة، صوت من الأصوات القوية المزعجة. صوت الموسيقى الهادئة من الأصوات المزعجة؟ عبارة خاطئة، الموسيقى من الأصوات الهادئة والمريحة. طيب من مجموعة ألف ما يناسبه من مجموعة باء. هنا أربع صور، عايزين نعرف أنه صوت قوي والصوت الضعيف. عندي مدفع، وعندي هذا صوت وهذا صوت وهذا صوت. نجد أن هذان الصوتان أصوات قوية، أصوات قوية، أصوات ماذا؟ أصوات قوية. أما يظل معنا هذا الساعة أو المنبه والفراشة أصوات ضعيفة. ظلل الإجابة الصحيحة، نحن نسمع بواسطة ماذا؟ العين أم اليد أم الأذن؟ هذه إجابة بسيطة وسهلة، نسمع بالأذن. صوت من الأصوات القوية، هذه الآلة أم هذه أم هذه؟ صوت قوي، إذن هذه.
هذه الآلة. من الأصوات الضعيف، هذه أم هذه أم هذه، الطائرة والمدفع، نعلم جيدا أن هذه أصوات قوية، إذن الساعة أو المنبه هو صوت ضعيف. أحسنتم بارك الله فيكم. فكر معي، أنا أستخدمه أو أستخدم لجعل الأصوات أعلى، إيه الشيء اللي بنستخدمه علشان نجعل الأصوات أعلى وأوضح؟ تذكروا عندما قلت عندما نكون في الطابور وأريد أن يسمع صوتي كمعلم أو صوت الإذاعة أو صوتك وأنت في الإذاعة المدرسية لجميع الطلاب، ماذا نستخدم؟ بارك الله فيكم، مكبرات الصوت، مكبر الصوت. أحسنت. طيب، أنا الصوت الذي يضر الأذن عند سماعي ما هو؟ الأصوات الإيه؟ القوية، مثل الرعد وصوت الطائرة والقطار. أحسنتم. طيب، أنا عضو السمع، ما هو العضو الذي نسمع به يا أولادي؟ ها؟ فكروا جيدا بسرعة، ها؟ أسمعكم؟ نعم، الأذن. طيب، أنا صوتي ضعيف، تعرف الوقت مني، إيه الشيء اللي بنعرف منه الوقت وصوته ضعيف؟ أحسنتم، أسمعكم، برافو. صوته إيه؟ الساعة، هي الساعة. بارك الله فيكم طلابي. أي من الأشياء التي تصدر أصوات يمكن سماعها؟ هذه الصور لبعض الأشياء، إيه اللي يصدر منه صوت ونستطيع سماعه؟ هل الوردة أو الشجرة أو هذه الفازة تصدر صوتا؟ لا. طب هذه السيارة تصدر صوتا؟ نعم، يبقى نستطيع أن نسمعها. هذا الكتاب يصدر صوتا؟ لا، لكن هذه البالونة تصدر صوتا عندما يحصل ضجة، عندما يزيد الهواء في هذه البالون تنفجر وتصدر صوتا نسمعه جيدا. نعم، الحصان يصدر صوتا؟ نعم، نسمعه صهيل الحصان. هذا المقعد له صوت؟ لا. طيب، التلفاز له صوت؟ نعم، نستطيع أن نسمعه. البيانو أو هذه الآلة له صوت؟ نعم، له صوت، نستطيع أن نسمعه جيدا. يبقى هذه الأشياء التي تصدر صوتا نستطيع سماعها. أحسنتم. أي من هذه الأصوات قوية وأيها ضعيف؟ صوت الصاروخ قوي أم ضعيف؟ قوي يا أستاذي. طيب، صوت المنشار قوي، صوت البعوضة أو الذبابة ضعيف، صوت العصفور ضعيف. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا السؤال يترك لكم للإجابة عليه. انظر الصورة، ماذا تفعل هذه الفتاة؟ الفتاة هذه ماذا تفعل؟ أن تقول، هي تلبس أو هي ترتدي أو هي تضع سماعات الأذن أو الهيدفون على أذنيها وتسمع بعض الأشياء مثل الأغاني أو الموسيقى والآخر. قل أنت، هل التصرف صحيح أم خطأ ولماذا؟ فسر الإجابة لماذا. إن كنت تقول هذا التصرف صحيح فقل لماذا، وإذا كنت ترى أنه خطأ ففسر إجابتك. أحسنتم بارك الله فيكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن أمتنا الغلاء والوباء، وأن يجعلنا سالمين معافين بإذن الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.